بمدينة حلب وإلى جانب العديد من المؤسسات اللي بتهتم بدعم الشباب، فريق سند اللي انطلق بمشروعه التنموي من العاصمة دمشق ليوصل لحلب الشهباء ويكون سند حقيقي لآلاف الشباب بمختلف المهارات والدورات التعليمية الغير ربحية. احنا اليوم بحلب بمشروع يوز دورز، هو مشروع بيخدم وبيستهدف الشباب وكل الشباب اللي هن مهتمين بعدة قطاعات ومجالات، عم نحكي أكاديميا، عم نحكي مهنيا، عم نحكي حتى الشباب اللي مهتمة بالعمل المستقل ومهتمة بأنه هي تكون عم تدعم حالة ذاتيا بمهارات تخدمها بسوق العمل أو تخدمها بمسار المهني والأكاديمي. احنا مستقطب مستفيدين عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا، فريق سند التنموي وصفحة يوز دورز. بيتم إعلان التدريبات اللي مهتمين فيها الشباب عن طريق هاي الصفحة، بيسجلوا على لينك، هذا اللينك بيكون مربوط مع استمارة، بيتم يعني تعبئة هاي الاستمارة من قبل المستفيدين، بيصير في عمليات الفلترة وفق معايير محددة، بناء عليه بيتم الاختيار وبيتم التواصل معه عن طريق المسجات أو التليفون. عدا عن تقديم الكورسات المتنوعة ودعم المشاريع الصغيرة اللي عم يقدمها مشروع يورز دورز بحلب، عم يتم تأمين أجواء دراسية وخلق بيئة إبداعية للشباب والصبايا الجامعيين ليكون فريق سند داعم وسند حقيقي لشباب حلب. سجلت عدة دورات تانية عندهم، حسيت في إفادة، تابعت بالبريمير عندهم، وإذا في كمان شغلات بهالمجال أنا مستعد ورح سجل فيها. هلا تجربتي بشكل عام كانت منيحة، أنا جربت كتير مراكز، يعني كان هو أكثر مركز قدم خدمات منيحة، فيه التزام، فيه معاملة منيحة مع الكادر كله، واستفدت منه. يعني أولا استفدت منه بمجال دراستي كتير، وخاصة بدورة الجي آي إس. الثاني اللي استفدت منه هو فتح لي آفاق التعلم على المونتاج، الجرافيك ديزاين، التصميم، الإعلانات، هالقصص. بيروح الشباب والابتسامة الحاضرة دوما وبكادر تعليمي مميز، عم يقدروا مئات المستفيدين شهريا انه يتقدموا خطوة نحو الأمام بطريقهم المهني أو الدراسي أو الإبداعي.